دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حكومة بلاده إلى تحلب الجرأة ومواكبة مخاوف الفرنسيين من أجل الاستجابة لاحتياجات الحياة اليومية الطارئة للمواطنين في ختام اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي اليوم. للتعليق على هذا الموضوع معنا من باريس الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية مصطفى طوسى. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. إذن ما هي الدواعي أو الأسباب التي دفعت إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى دعوة الحكومة الفرنسية إلى تحلب الجرأة؟ كذلك ما المقصود من كلامه حينما تحدث عن مواكبة مخاوف الفرنسيين؟ نعم، هو أول مجلس وزراء يعقد في سنة عام 2023، وأمام هذا المجلس مجلس الوزراء هناك تحديات اقتصادية كبيرة ظهرت من أن عدة مقاولات فرنسية عبرت عن صعوبة الاستمرار في العمل بسبب ارتفاع صاروخي لفاتورة الكهرباء. وهناك عدة مقاولات أعلنت بأنها ستشهر إفلاسها لأنها لن تستطيع الاستمرار بسبب هذا الارتفاع الصاروخي لفاتورة الكهرباء. وهو تحدي كبير يطرح على الحكومة الفرنسية، ما هي الإجراءات التي ستتخذها لحماية هذه المقاولات التي إذا أعلنت إفلاسها فإنها ستقوي يعني نسبة البطالة في فرنسا وستتسبب في ركود اقتصادي للمنظومة الاقتصادية الفرنسية. إذن نحن في بداية هذه السنة أمام أول تحدي وأول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسي بالملموس، ويطرح تحديات كبيرة على الحكومة الفرنسية بزعامة إليزابيث بورن. نعم، وبخصوص موضوع إصلاح نظام التقاعد، أكد الرئيس الفرنسي أن 2023 ستكون سنة الإصلاح بالنسبة لهذا النظام. ما تأثير ذلك وهل من تداعيات في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم وأزمة الغاز التي تعصف ببلدان كثيرة في أوروبا على هذا المستوى؟ وما هي أيضا التحديات المفروضة على الاقتصاد الفرنسي؟ نعم، الرئيس الفرنسي أعلن بأنه سيطرح إلى النقاش في العاشر من هذا الشهر إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. وهذا المشروع الذي كان هو مشروع انتخابي، يعني قرار اتخذه في حملته الانتخابية، يقوبل بعدد كبير من المعارضة والرفض من طرف الطبقة السياسية المعارضة ومن طرف النقابات. ولحد الساعة هناك تحدي كبير، هل سيستطيع الرئيس إيمانويل ماكرون أن يطرح هذا القانون إلى المناقشة أمام البرلمان، علما أنه بإمكانه أن يلجأ إلى المادة 49.3 لتمريره وتبنيه دون مناقشة ودون تصويت. لكن هناك من يعتقد بأنه إذا أصر الرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الإصلاح فإن ذلك قد يتسبب في غضب واختناق اجتماعي وتظاهرات تدعو إليها المركزيات النقابية للتعبير عن رفضها لهذا المشروع التي تعتبره ضربة موجعة للنظام الاجتماعي الفرنسي، وذلك بإرغام الفرنسيين على العمل يعني على العمل سنوات أكثر مما يطرحه القانون والنموذج الفرنسي. إذن هناك تحدي كبير من طرف يعني المركزيات النقابية التي تهدد بالنزول إلى الشارع للتعبير عن معارضتها لهذا المشروع التي تعتبره يعني خطرا على النموذج الاجتماعي الفرنسي. إذن وبخصوص التحديات، تحدثتم عن التحديات المتعلقة بالنقابات، ماذا عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الفرنسي؟ نعم، نحن الآن دخلنا يعني في فترة عصيبة بالنسبة. نعم، هناك تحديات حالية وهناك تحديات مستقبلية. حتى نهاية السنة كانت الحكومة الفرنسية اتخذت عدة إجراءات لدعم بعض المواد ولتقديم دعم مالي للطبقات الهشة والمتوسطة. هذه الإجراءات انتهت نهاية سنة عام 2022، ومنذ أن بدأنا عام 2023 دخلنا في حقبة جديدة، وعرفت بعض المواد في السوبر ماركت ارتفاعا صاروخيا. تحدثنا عن ارتفاع فاتورة الطاقة والكهرباء، لكن أيضا المواد الأولية.
وكل هذه المعطيات مجموعة تعد ضربة موجعة للقدرة الشرائية للفرنسيين. والآن الحكومة الفرنسية مطالبة باتخاذ إجراءات أخرى إذا أرادت أن تنزع فتيل الغضب والاختناق الاجتماعي وأن تمنع الفرنسيين من النزول إلى الشارع الاجتماعي والتظاهر بصخب وبعنف يذكرنا بطريقة أو بأخرى بظاهرة السترات الصفراء. هنا حكومة إليزابيث بورن وإيمانويل ماكرون مطالبون باتخاذ إجراءات وبلورة سياسة جديدة تحمي القدرة الشرائية للفرنسيين وتحميهم أيضا من تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي هي جاءت بعد جائحة كورونا، جاءت كنتيجة مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على الفضاء الأوروبي. نعم، وماذا بخصوص يعني تأثير هذه الأزمة على باقي دول الاتحاد؟ نعم، يعني كل دول الاتحاد الأوروبي كلنا على طريقته يعاني من هذه الأزمة الاقتصادية، ونحن الآن أمام يعني هل تحققت الاستراتيجية التي اتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة تفعيل سلاح الغاز وتفعيل سلاح الحبوب لكي يضغط على هذه الاقتصادات ويجعلها يعني تسقط في الأزمة الخانقة ويكون هناك تظاهرات واجتماعية غاضبة تحاول أن تمارس ضغطا على السلطات الحاكمة في أوروبا. نعم، نحن الآن دخلنا في عملية كسر عظام قوية بين الاقتصادات الأوروبية والقيادة الروسية. من سيربح في هذه الحرب الاقتصادية؟ هذا هو السؤال المطروح. وهل هناك قدرة على المقاومة من طرف الفرنسيين والأوروبيين والألمان والإسبان تجاه هذه الأزمة؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا بحدة في هذه الظرفية. نعم، الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية مصطفى طوسة، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات.